بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الجزاء والدين. نلتقي مجددا مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنتحدث حول الحصار الظالم الذي ضربه أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فشلت جهودهم في قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو إيذائه أو تسليمه حيا أو ميتا. قاموا بفكرة خطيرة حيث أجمعوا أمرهم على أن يحاصروا بني هاشم حتى يسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فاتفقوا في وثيقة وتعاهدوا فيها على أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم مما يمنعون أعداءهم، فمنعوهم من الطعام والشراب، واتفقوا على ألا يناكحوهم وألا يخالطوهم وألا يتزوجوا بهم، ويشددون عليهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دام حصار النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم وبني عبد المطلب في شعبهم 3 سنوات، حتى إنهم كانوا لا يخرجون إلا في الأشهر الحرم، ويأخذون ويتزودون لقضاء بعض حوائجهم طيلة السنة. وكانت قريش إذا علمت ببضاعة مقبلة من خارج مكة فإنها كانت تزيد في الثمن حتى لا يأخذوا منها شيئا. وبلغ الجهد مبلغه ببني هاشم مسلمهم وكافرهم، لأنهم اتفقوا جميعا على أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوهم مما يمنعون نساءهم. فبلغ منهم الجود حتى إنهم سمع لصبيتهم ونسائهم بكاء، فكانوا يتضاغون من كثرة الجوع ومن كثرة العطش، حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر وأكلوا الجلود. ولما اكتملت 3 سنوات قام أحد المشركين ممن لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، فاتفق مع 5 آخرين على أن يمزقوا هذه الوثيقة الظالمة وأن يفكوا هذا الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا عند الكعبة وتنادوا، أخذ أحدهم وهو زهير بن أبي أمية ينادي في أهل مكة: يا أهل مكة، والله أترضون أن تأكلوا وتشربوا وتتنعموا وإخوانكم يموتون جوعا ويعرون من شدة البرد؟ فوالله لن أنصرف حتى أمزق هذه الصحيفة وأقطع هذا الحصار الظالم. فقام أحدهم فقال مثل ما قال، ثم قام الثالث والرابع والخامس حتى غلبوا فقاموا ليمزقوا الصحيفة. وقبل أن يمزقوها جاء أبو طالب وقال لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى له بأن هذه الوثيقة قد مزقت، أكلتها الأرضة، لم يبق فيها إلا بسمك اللهم. فحين ذهب المطعم بن عدي ليمزق الصحيفة وجدها كذلك، لم يبق فيها إلا بسمك اللهم. فحين ذلك ذهل ودهش أبو جهل ومن معه، فلم يستطيعوا أن يبقوا على الحصار، ففك الحصار عن بني هاشم وخرجوا من شعب بني عبد المطلب وبني هاشم. بعدها قامت قريش بمبادرة أخرى وبمحاولة أخرى، فذهبت إلى أبي طالب وهو في لحظات وفاته، فأمرته
بأن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وبأنهم يعطونه كل ما يريد. فلما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة واحدة تحاج لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، فقالوا وما هي؟ قال لا إله إلا الله. قالوا والله إن محمدا يجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانصرفوا يصفقون ويضحكون. ثم بعدها جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه وهو في لحظاته الأخيرة وحوله الملأ من قريش، فقال له يا عم كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال بل هو على ملة عبد المطلب. فهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له حتى نهي عن ذلك. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمه هو أقل الناس عذابا يوم القيامة. ثم بعدما مات أبو طالب مكث 50 يوما والنبي صلى الله عليه وسلم حزينا. ثم ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها وزير الصدق، فازداد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فقد سندين عظيمين في دعوته. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام عام الحزن. أحباب الكرام، نخلص من هذه المقطوعة على أن دعوة الله عز وجل لا ينفع معها حصار إن كانت صادقة. ثانيا، وهو أن مبلغ دعوة الله عز وجل لابد لهم من ثمن، ولابد لهم من أن يبتلوا، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل. ثالثا، هو أن عناية الله عز وجل هي التي تحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو قد فقد أعز الناس عليه وكل من يدافع عنه، وقد فقد أباه في الأول ثم أمه ثم جده، وها هو يفقد عمه وزوجته. وفي نظر الناس أن الأمر قد انتهى وانتهت دعوته، لكن الله عز وجل بقي معه يؤازره وينصره حتى أكمل الرسالة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، ما كان في كلامي من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو نسيان أو زيغ لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسولهما منهما بريء. أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين.